طيب دكتور احنا معانا ساره. الو. الو، مساء الخير يا ساره. مساء الخير، اتفضلي دكتور رانيا معاكي. دكتور رانيا مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا ساره، اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. انا كنت ليه عند حضرتك استفسار، معلش. سامعاكي، اتفضلي. انا كنت والده ولاده طبيعي بقالي 3 شهور. بعد الولاده يعني الموضوع ما بقاش، يعني ايه، في العلاقه يعني الموضوع ما بقاش ولا مريح بالنسبه لي ولا بالنسبه لجوزي. فهل الولاده الطبيعيه بتاثر يا دكتور؟ هل ليها علاج الموضوع ده؟ ليها علاج؟ يعني الجا ازاي؟ يعني اتعامل ازاي؟ طيب 3 شهور يا ساره. ساره الاول عندك سؤال تاني؟ لا، هو الموضوع ده لان ابتدى يبقى فيه قلق ويعمل مشاكل، يعني الموضوع بقى مؤلم قوي. دي تاني ولاده ليا طبيعي، والموضوع بقى يعني ابتدى يبقى فيه قلق، وبيبقى يعني الحياه ما بقتش لطيفه بمعنى اصح. طيب ساره شكرا ليكي. دكتور رانيا هترد عليكي دلوقتي. دي نقطه مهمه جدا، في ناس كتير عندهم حته ان انا مش عايزه اولد طبيعي علشان الموضوع ده ما يأثرش على علاقتي الزوجية أو على علاقتي مع جوزي. دي مجالها إيه من الصحة؟ بصي، إحنا الأول عايزين نتفق على إن الولادة الطبيعية بتتحدد. يعني أنا ما ينفعش أعمم الكلمة، كل واحدة ست غير التانية. ده بيعتمد على كذا عامل أو كذا فاكتور. بيعتمد على حجم الطفل اللي بيتولد، يعني أنت لو طفل 2.5 كيلو مش زي 4 كيلو. بيعتمد على العوامل الجينية أو الوراثية. هل الأنسجة أو العضلات بتاعة الحوض هل هي متماسكة أو هل هي فيها ترهل ولا لا؟ بتعتمد على عدد مرات الولادة. هل ولدت طبيعي مرة 2 3 4 5؟ مش هل كان مع الولادة في عنف ولا لا؟ أنا بتكلم العنف يعني إيه الزمان. طبعا هو دلوقتي الحاجات دي بقت ممنوعة تماما. كان استخدام الجفت أو الشفاط لا، كان ممكن يزود الحكاية دي جامد. أهم من كده ده اللي دايما بنتكلم فيه، أو اللي هي الشق العجان أو الفتح اللي احنا بنبتدي نعمله ده، لو معمول بطريقة سليمة، اتقفل بطريقة سليمة، المشكلة دي مش بتبقى موجودة خالص. بل بالعكس، بترجع العلاقة أو الحياة الزوجية أو بيرجع المكان دوت زي ما كان. مشكلة الولادة الطبيعية بالنسبة لأي سيدة إنها دايما بتحمل زي ذكرى سيئة بتتخزن في المخ. العلاقة الزوجية بالنسبة للسيدة عامة، الست مش عاملة زي زرار النور بتفتحي وتقفلي، لا. الست دايما بنشبهها إنها عاملة زي الكمبيوتر أو الكيبورد. العلاقة ما بينها وما بين جوزها شيء معقد جدا، نتيجة تراكمات كتير، نتيجة معاملة، نتيجة 9 شهور حمل كان بيتعامل معايا ازاي، نتيجة ساعة الولادة عمل معايا ايه، نتيجة هل بيشاركني ولا لا في رعاية طفلي. انا هعيط يا دكتور على فكرة. هي دي الحقيقة النفسية في الموضوع. لا، هي اصل هي دي الحقيقة. فانت ما تجيش، احنا مش بنتكلم على مكنة، مش بنتكلم على شيء صلب. لا، انت بتتكلمي على بني ادم، مشاعر واحاسيس، وبتفرق في حاجات كتير تانية. بالنسبة بقى للمشكلة بتاعت مدام سارة دي، بنتعامل معاها بشقين. احنا بنحدد هل في مشكلة ولا لا، او زي ما بيقولوا في عيب في الجزء دوت، هل في حصل اتساع. يا اما بيبقى الحل التعامل معاه جراحي لو الاتساع ده من الدرجة الثانية او الثالثة، او بيبقى معاه الحل معاه بيبقى عبارة عن تعامل طبي عن طريق حقن البلازما، بنعيد الحيوية بتاعت المنطقة دي تاني حيوية المهبل، وعن طريق ان احنا بنستخدم اجهزة الليزر او الهايفو. بيعمل شد للمكان وبيرجع العضله تاني لحجمها ويرجع لها كمان الوظيفه. طب لو استخدمت جلسات هايفو تقريبا من فتره من كام لكام عشان تبتدي تحس ان هي الدنيا رجعت طبيعي تاني معاها؟ بصي، الهايفو على الاقل 3 جلسات، ما بينهم بتتراوح الفتره ما بين 2 لـ4 أسابيع حسب الحالة. وحسب الدرجة اللي أنا شايفها. والهايفو بيكون مناسب أكتر للحالات اللي ما بتعانيش من سقوط مهبلي، لكن الحالة اللي بيبقى فيها درجة من درجات السقوط المهبلي حتى لو الدرجة الأولى، أحسن حاجة ليها الليزر. الليزر. أنا كنت هقول الجراحة. لا، الجراحة الدرجة الثانية والثالثة.
لكن لو في سقوط مهبلي احسن حل واحسن افضل طريقه للتعامل الليزر. والجزء دوت عند السيده يعتبر من اكتر اجزاء الجسم اللي فيها عضلات وفيها اعصاب كتير وفيها دم كتير موجود، التعامل معاه من ناحيه تشريحيه بس او من ناحيه الشكل بس من غير ان احنا نسيب الوظيفه، ان انا ممكن احتاج اعمل علاج طبيعي او جلسات علاج طبيعي كمان. علاج طبيعي؟ دي معلومة جديدة جدا بالنسبة لي. يعني أنا عرفت موضوع إن إحنا ممكن الطب التجميلي دخل في المجال ده بالصدفة، لكن إن علاج طبيعي دي بقى جديدة، معلومة جديدة جدا بالنسبة لي. في اللي هي الأجهزة اللي بنسميها أجهزة التحفيز الكهربائي، دي بتبقى عبارة عن بروبس أو بنسميها إيه، أسلاك بتتحط وبتدي زي تحفيز نبضات، زي تحفيز للعضلة. بتبتدي تقويها وبتبتدي هي تبقى شايفة أنا النهاردة وصلت لحد 60، أنا المرة اللي بعديها وصلت 80، أنا وصلت 120. بس ده يا دكتور بقى كل دكتور أمراض نساء مؤهل إنه يعمل يعالج النقطة دي، ولا لازم يكون دارس جزء تجميلي زي ما حضرتك واخدة دراسات في الطب التجميلي؟ لازم يكون دارس ولا ممكن اي دكتور امراض نساء؟ هو صعب، لو مش دارس مش هيبقى عارف ان يعني استخدام التقنيه تحديدها، هل التعامل معاها، هل انا هستعمل بلازما، هل انا هستعمل هايفو، هل انا هستعمل ليزر، هل انا هحتاج جلسه، هل انا هحتاج اثنين، هل انا هحتاج ثلاثه، هعمل البلازما الاول ولا الجلسات الاول، هل انا هعمل علاج طبيعي ولا لا. دي دراسه ودراسه كبيره، ولازم ابقى عارفه السيده اللي قصادي واخد منها تاريخ مرضي بالكامل، المشكله في العلاقه الزوجيه، المشكله في ان البول بيفلت مني ولا لا، هل المشكله في الافرازات المهبليه، هل انا عندي ايه مشكله بالظبط عشان اقدر احدد هي محتاجه ايه. يعني اعرف الهيستوري بتاعتها كامله عشان بناء عليه حضرتك بتحددي عليها تعمل ايه. طب في سؤال تاني بقى، لما بنتقابل مع واحده حامل في توأم، على طول اللي بيجي في بالنا بنقولها ده انت كده هتولدي طبيعي، سوري قيصري، هل الكلام ده صح ولا ممكن فعلا تولد طبيعي ويكون توأم وتولدهم طبيعي وعادي جدا؟ اولا احنا هنتفق ان الولاده القيصريه في التوأم بتبقى اكتر من الولاده الطبيعيه اللي بيبي واحد، لان التوأم بيبقى فيه ممكن كذا مشكله بتحصل اثناء الولاده، ممكن عن طريق نزول الميه، ممكن عن طريق الولاده المبكره، دايما الوضع بتاع التوأم الاول هو ده اللي بيحدد معايا كتير. لو التوأم الاول او الجنين الاول او رقم واحد بنسميه رقم واحد كان نازل في الوضع المظبوط اللي هي الراس اللي موجوده في الحوض وانا بقيم ان ده خلاص اوكي ما فيش مشاكل، ممكن تولد طبيعي. لكن طبعا مجيء بالمقعده او مجيء مستعرض للطفل الاول لا، ما ينفعش معايا ولاده طبيعيه، الطفل الثاني ما يفرقش معايا خالص. يعني ما يفرقش معايا وضع الطفل الثاني، هو خلاص احنا كده كده خدنا الاتجاه اللي احنا هنعمله. لا خلاص، الاول بيدخل وبعدين بعد كده الثاني بقى يجي زي ما يجي. هو يا هو حظ بقى. كده كده ممكن يجي. طيب في سؤال بقى مهم جدا قبل ما نختم فقرتنا، اللي ولدت قيصري هل ممكن تولد طبيعي بعد كده؟ ولا وانس ان هي ولدت قيصري يبقى كل ولادتها بعد كده لازم تكون قيصريه؟ السؤال عام شوية. أول حاجة بتفرق معايا هي ولدت قيصري ليه؟ فهي لو ولدت قيصري المرة اللي فاتت عشان هي عندها مشكلة في الحوض أو كان في مشكلة في عنق الرحم، هي أكيد ما جابتش حوض جديد وعنق رحم طبعًا. جديد خلاص، هو ده سبب ثابت مش هيتغير. لكن لو كان السبب إن الطفل جايب المقعدة أو بتسميه سبب مؤقت أو انفجار مبكر في جيب المية، ببتدي أعرف منها الجرح القيصرية القديم بقاله قد إيه؟ طبعا انا على الاقل مينيمم لازم يكون في النص 24 شهر او سنتين. في مشاكل ولا لا حصلت اثناء التئام الجرح، هل كان في مشكله، حصل التهاب، حصل اي مشاكل فيه، ببتدي افكر هل العيانه او المريضه دي فت لكده ولا لا. وانا دايما بقول بلاش المخاطره، يعني دايما اقول لو طبيعي مره قيصري مره جربي تاني، لكن لو قيصري مره واحده بس لا، مش هقعد 24 ساعه اجرب في الجرح. حرام. دكتور رانيا حمدي بجد شرفتيني، وانا سعيده جدا بالفقره بتاعتنا النهارده، لان انا من زمان كنت عايزه ان احنا نعمل الموضوع ده، لان في ناس كتير بتسال اسئله كتير قوي انا باجي اسالها لك بيني وبينك بره، فانا كنت حابه ان هي تبقى على الهوا معاهم. دكتور رانيا حمدي دكتوره النساء والتولاد. احنا معانا تليفون، احنا كان معانا تليفون ولا
طيب احنا جالنا تليفون بس للاسف هو قال السؤال في الكنترول ومشي. في حد بيسال بيقول هو البيبي في الشهر الخامس بيتحرك ولا لا، لان البيبي لحد دلوقتي لسه ما اتحركش. المفروض حركه الجنين بتبقى من 18 اسبوع عند اللي كان فيه حمل ولاده قبل كده، عند اول مره بيبقى عند 20 اسبوع. يبقى 18 اسبوع لو كان في حمل ولاده قبل كده بتحسي بيها. يعني لكن 18 هم عايزين يعرفوا الشهر كام، 18 اسبوع يعني نص الخامس. نص الخامس البكريه لا ممكن نقعد لحد اخر الخامس. البكريه لحد اخر الخامس يعني ممكن تبتدي شهر سادس ويكون لسه الطفل ما اتحركش. طب يعني دي حاجه مطمئنه. دايما بقول اتعشي بالليل ونامي على جنبك الشمال وكل حاجه مسكره هتحسي بيه، والحركه مش بتبقى حاجه بتخبط كده في الاول. حاجه بسيطه نبضات كده. تمام.